الثاني اللي قاله ابو نايف، انت عندك نيه استبعاد لفهد المولد، بين استبعاده واعلان القائمه النهائيه اقل من 48 ساعه. صحيح. ليش ما كان يعني لو طلع فهد مع القائمه المستبعده او القائمه اللي تنازل عنهم رينارد بحكم النظام انه يصير عنده 26 لاعب ايمن يحيى والاسماء، كانت اخف حتى على اللاعب واخف على 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 المنظومه. الحين هو يقول لك احترازي وانا خايف، طيب احد يقول لك لا في شغل هنا في المنتخب، المنتخب مش واضح، ليش ما حطيتها قبل بيومين عشان تخف يعني؟ ما اتوقع انه كانت في نيه مسبقه، بحكم انه ممكن يكون في شيء وصل للاتحاد السعودي او لاداره المنتخب خلال 24 ساعه الاخيره. كان واضح حرص المدرب على فهد المولد، حتى اثناء يعني فتره ايقاف فهد كان يعني من اكثر الحزينين على ايقاف فهد كان المدرب، لانه يعرف يعني فهد اثناء التصفيات وما قدمه فهد مع المدرب، رغم انه كان كثيرين من النقاد من الجماهيرين يعني يلوموا المدرب في اشراكه لفهد في اثناء التصفيات، انه فهد يعني لاعب غايب عن مستواه سواء مع نادي الاتحاد او مع المنتخب. لكن يعني واضح انه كان اجراء احترازي مثل ما قال ابو نايف، يعني اجراءات استباقيه خشيه انه يمكن يصدر قرار حتى اثناء البطوله. تعرف الفيفا القرارات الانضباطيه فيها ما لها زمن محدد، يعني ما فيها عواطف يقول لك مثلا لاعب مشارك في البطوله اللي انتظر تنتهي البطولة. لا لا لا، فواضح انه قرار استباقي. يعني نقول لفهد قدر الله ما شاء فعل، يعني ما كنا نتمنى انها تكون يعني استبعاده من كاس العالم يعني بهذه الطريقه. ممكن تكون لا قدر الله مثلا نسمع اصابات نجوم حول العالم يغيبوا عن المشاركه مع منتخب بلادهم. ولنواف العابد احنا سعداء، لاعب كان ابرز لاعب في تصفيات 2018 قدر الله واللاعب لا يشارك. لكن النقطه اللي احنا بنستخلصها في يعني موضوع نواف مثل ما قال ابو تركي، اللي يرضى بقضاء الله يثق تماما ان الله سيرضيه. يعني بين عشية وضحاها يعني بدل الله من حال الى حال. نبارك لنواف وجوده مع زملائه، وهذا يعني امنيه يتمناها اي لاعب. والفهد امامك المشوار، وان شاء الله انها يعني قضاء وقدر، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكون معاه في الفتره المقبله ان شاء الله. جميل.